حيوانات قامت بأعمال بطولية بعد إنقاذها لحياة مالكيها. أهلاً بكم أصدقائنا في أعرف. اليوم سوف نشاهد معاً مقاطع لحيوانات اتخذت دور الأبطال وأنقذت حياة أشخاص كانوا في مواقف خطيرة جداً. ولكن قبل أن نبدأ، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الإشعارات حتى يصلكم كل ما هو جديد. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. هذا الكلب فقد عقله تماماً عندما سقط مالكه في النهر، وهذا ما جعله يتصرف بشكل جنوني ويسبح في الماء لإنقاذه. هذه القطة اتخذت دور الأم التي تحمي أطفالها بشكل مثير للاندهاش، إذ أنها كانت تمنع تلك الفتاة من الاقتراب من السور لكي لا تؤذي نفسها أو تتعرض للخطر. ترك هذا الفيل الصغير عائلته ودخل في النهر الجاري لينقذ هذا الرجل الذي يحتاج إلى المساعدة من وجهة نظر الفيل. كان هذا المدرب جالساً وسط الأسود في استرخاء وراحة تامة، ولم يكن يعلم أن هناك هجوم عليه من قبل هذا الفهد الذي يركض في الخلف. ولحسن حظه أن هذا النمر قام مسرعاً لمنع الفهد من إكمال هجومه وإنقاذ المدرب. استطاع هذا الحوت الضخم أن ينقذ هذه السيدة التي تغوص تحت الماء للاكتشاف العلمي من خطر هجوم سمك القرش عليها وأنقذ حياتها. عندما فكر هذا الرجل الغريب أن يدخل إلى منزل هذه السيدة ليسرقها، وجد كلباً ضخماً أمامه يمنعه من الدخول ويدفعه للخروج من المنزل. وفي هذا التدريب الخاص بالكلاب سنرى كيف قام الكلب بالدفاع عن مالكه وطفله بشجاعة وبسالة شديدة. قام هذا الكلب بعض الأوز التي كانت تهجم على مالكه، وظل الكلب يحاول إبعادها قدر استطاعته. لا أعلم من أين جاء هذا الكلب الذي أنقذ الطفل الصغير من أن يتم اختطافه، فقد هاجم على الخاطف ولقنه درساً قاسياً. لا أعلم كيف انتهى بهذا الصبي بالبقاء في قفص الغوريلات، ولكننا لم نكن نتوقع مطلقاً أن تقوم الغوريلا بحمايته بعدما اطمأنت أنه لا يشكل أي تهديد عليها. هذا الكلب اللطيف لم يتمكن من النوم إلا بعدما اطمأن على كافة أفراد عائلته وتأكد من أنهم في أمان. إذا كنت تمتلك حصاناً قوياً وتربيه وتعطف عليه، فاعلم أنك ستمتلك حارساً شخصياً سيحميك من أي تهديد يقترب منك، مثل ما حدث مع هذا الرجل. يجب أن يحظى هذا الكلب شيفرد الألماني على وسام الشرف والبطولة بسبب موقفه البطولي مع رجال الإطفاء وإرشادهم إلى مكان اشتعال النيران عندما كانوا غير قادرين على إيجاده. استعانت هذه المرأة بحصانها وكلبيها لتعثر على ابنتها التي لم تتجاوز عمر السنتين. عندما فكر هذا الكلب أن يهجم على تلك الطفلة الصغيرة، لم يكن يعلم أن قطتها ستهجم عليه وتمنعه من الاقتراب من الطفلة. هذا الطفل الذي يحبي على الأرض كان على وشك الوقوع من فوق السلك، ولكن القطة التي كانت معه في الغرفة منعته من ذلك وأنقذت حياته. وهنا نجد أن هذا الكلب تبنى عمل رجل المرور ومهد الطريق وأوقف السيارات من أجل أن تمر هذه المجموعة من النساء والأطفال. عندما ادعى هذا الصبي بأنه يعاني من صعوبات في السباحة، سبح كلبه على الفور حتى وصل إليه وأخذ يده ليجره إلى بر الأمان. وفي هذا المشهد سنرى كيف كان هذا الكلب يحمي الطفل الصغير من هذا الشخص الذي يحاول اللعب معه. أما هذا الكلب فقد صنع دائرة أمان حول الطفل الذي كان يلعب بسيارته ليحميه من أي تهديد يحاول الاقتراب منه. وأخيراً ظن هذا الكلب أن مالكته تتعرض للغرق، فقفز في المسبح وبدأ يجرها من شعرها ليخرجها وينقذها من الغرق. ما هو أكثر مقطع أصابك بالدهشة اليوم؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.